السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم، قبل ما أقول لكم أسعار الذهب يا جماعة، من فضلك اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. ذهب عيار 24 سجله 1283.5 البيع، 1277 75 الشراء. ذهب العيار ال 22 سجله الذهب عيار 22 1176.5 البيع، 1171.25 الشراء. أما الذهب عيار 21 سجل 1123 البيع، 1118 الشراء. الذهب عيار 18 سجل 962.5 البيع، 958.25 الشراء. أما الذهب عيار 12 سجل 641.75 البيع، 638.75 الشراء. عيار 9 سجل الذهب عيار 9 481.25 البيع، 479.25 الشراء. الجنيه الذهب سجل الجنيه الذهب 8984 البيع، 9815 الشراء. أما الأونصة بالدولار الأمريكي سجلت الأونصة بالدولار 1672 دولار البيع، 1671 دولار الشراء. من فضلك لما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.